اليوم يمكن يا هدى عندنا احنا حنتكلم عن التاي تشي اللي نشا في الصين وله قيمه علاجيه كبيره مع المدربه أمة الله با حاذق. اهلا وسهلا فيك. يا هلا وسهلا فيك صباحك. مرحبا فيكم وسعيده اني اكون معكم اليوم. يا اهلا وسهلا فيك. يعني أمة الله يمكن انت يعني حصلتي على درجه تصنيف المدرب من ضمن انك تختارين حتى المدربين وتعتمدينهم، بالاضافه انك اول مدربه سعوديه في رياضه التايتشي. يعني اوصف يعني والتايتشي يوصف التامل في الحركه وايضا الدواء اثناء الحركه، كيف ممكن تتحول رياضه قتاليه رياضيه علاجيه وبنفس الوقت ايش اللي يميزها؟ هي حقيقة التاي تشي تعتبر واحدة من أساليب الكونفو، ولكن لأنها في الفترة الأخيرة صاروا بيمارسوها بطريقة هادية وبتركيز عالي، وهي تعتبر رياضة ذهنية جسدية، فأثناء الممارسة أنت محتاج أنك أنت تركز مرة كويس فين بتحط قدمك، كيف تنقل وزنك، حركة يدك لازم تنسجم مع حركة الأقدام مع حركة وسطك. فالتركيز العالي اللي بيكون أثناء ممارسة الرياضة هو اللي بيدخلنا في مرحلة التأمل، اللي هو أني أنا أكون بوعي كامل في شيء واحد فقط مركزة. فهذا اللي بيخليها تتسمى تأمل حركي. لكن لما نيجي نسميها الدواء الحركي سموها مركز التحكم بالأمراض في الولايات المتحدة، لأنه شافوا أن الممارسات اللي بتصير مع كبار السن تحديدا واللي عندهم أمراض مزمنة، لقيوا أنه من خلال الدراسات الطبية أثبتت فعاليتها بأرقام جدا عالية، أنه هي بتحسن من مشاكل التهاب المفاصل، خشونة الركبة، السكري والضغط وغيرها. فلقيوا أنه فترة قصيرة من الممارسة بينضبط الوضع بشكل أفضل كثير، بيخففوا كثير من استخدام المسكنات، من العلاجات بتبدأ فعاليتها تزيد بشكل أحسن، وتطلع النتيجة أنه الحمد لله في أقدر أقول في أسبوع أسبوعين يظهر الفرق بشكل واضح. طيب أنت دخلتي عالم تاي تشي كمريضة، خرجتي منه مدربة معتمدة، كيف كانت علاقتك فيه أو كيف بدأت العلاقة معه؟ أنا بدأت الموضوع في 2010 تقريبا، كنت أعاني من ألام الظهر بشكل مرة مزمن، جربت أنواع مختلفة من العلاج، خضعت للعلاج الطبيعي بأنواع مختلفة، جربت الكهرباء، المساج، المسكنات، ما جابت معايا نتيجة. وصادف في ديك الأيام أنه أنا في بريطانيا فنصحوني أنه أنا أجرب التاي تشي، وبالفعل يعني البداية كانت بالنسبة لي أنه هو حركة غريبة، يعني لأول مرة في حياتي أشوف رياضة بالهدوء وبالبطء بالشكل هذا. لكن مع الممارسة المنتظمة بديت أحس فيها بجسمي، حسيت أنه الألم بيخف تدريجيا بشكل واضح في فترة مرة قصيرة. في نفس الوقت أنه عجبتني التحديات اللي موجودة فيها، أنه الظاهر عليها أنه هي حركة رائقة وهادية وعادي الواحد يسويها، لكن لما تيجي تخشي وتتعلميها تلاقي انه في تحديات فعليا اللي ممتع انك انت تتقنيها من خلال الممارسه المنتظمه. طيب أمة الله، يمكن هذه انت كتجربه ذكرتيها، لكن هل في دراسات وابحاث علميه طبيه يعني توحي انه بالفعل تعالج هذه الاشياء؟ بالتاكيد. مثل ايش الامراض اللي هذا شيء اكيد. لو نرجع لكوكرين داتابيس اللي هو قاعده البيانات الخاصه بالدراسات الطبيه، نلاقي انه في دراسات تم مراجعتها وتنقيحها، 111 دراسه شاركوا فيها اكثر من 55,000 شخص، اثبتت فعاليتها انه هي بتحسن اضطرابات النوم، بتخفف الالام، بتحسن جوده الحياه بشكل عام، في نفس الوقت بتضبط معدلات السكري وبتحسنها بفتره قصيره. فالدراسات الطبيه يعني نشرت في مجلات علميه جدا قويه، وهذا اللي بيخلي هارفارد ومايو كلينيك وكثير من المنظمات الصحيه زي منظمه التهاب المفاصل على مستوى عالمي تنصح المرضى بممارسه التاي تشي. كم المده اللي لازم يعني امارس فيها هذه الرياضه يوميا؟ احنا بنقول التاي تشي احنا بنمارسه تقريبا 4 مرات في الاسبوع، لو كل مره 20 دقيقه حتكون كافيه وحتجيب نتيجه جدا جدا ممتازه. انا بالنسبه لي دائما انصح العملاء اللي بيجوني انه في البدايات خليكم كل يوم الين ما جسمكم ياخذ عليها، وبعد كده ممكن نحولها الى 3 مرات 4 مرات. ولكن في الحقيقه ما بيسمعوا النصيحه، فلاقي انه هي الحصتين اللي بيجلسوها معايا في الاسبوع بيكتفوا فيها وما بيعملوا اي شيء ثاني. طيب مين الاشخاص وأتفاجأ بالنتائج بتكون جدا مبهره. مين الأشخاص اللي ممكن يستفيدون الجميع. منها؟ احنا بندرب من الأطفال إلى كبار السن. أدربت شخص عمره 92 سنة، فالأعمار أبدا ما هي عائق، ولكن اللي بيستفيد فعليا اللي هم الناس بيعانوا من مشكلات صحية، يعني خشونة الركبة، الآلام الظهر المزمنة، الأمراض المزمنة اللي هي زي السكري وضغط الدم اللي في النهاية أدويتها يدوبك بتضبط الحالة لكن ما هي علاج حقيقي. صحيح. فهي بتساعد على أنه
تحسن الحاله بشكل واضح ويصير تخفف من كميه الادويه اللي في النهايه الا ما لها تاثيرات جانبيه. طيب امه الله، انا شايف ان الرياضه هذه لها مسارين طبي ورياضي، هل يعني تبنتكم جهات كوزاره الرياضه او وزاره الصحه؟ كيف تعاملتوا معهم؟ هل لكم علاقه معهم؟ احنا حاليا نعتبر مجموعه رياضيه تحت اتحاد الرياضه للجميع، ولكن ما زلنا نسعى الى تاسيس اتحاد خاص بالتايتشي تحت وزاره الرياضه باذن الله تعالى. لسه مشغالين على هذا الموضوع، اتمنى انه هو يتحقق عما قريب. طبعا ما ننسى انه رغم كل هذه المزايا العلاجيه للتايتشي انها ما تغني عن الاستشاره او المتابعه الطبيه الضروريه. ابدا ابدا ابدا، التايتشي يعتبر نقدر نقول علاج تكميلي ولكن ما هو علاج اساسي، يعني رغم انه البرامج اللي احنا بنقدمها بالذات برامج تاهيل المدربين تم اعتمادها من الهيئه السعوديه للتخصصات الصحيه في السعوديه ونفس الشيء في الامارات، ولكن هذا لا يعني انه انا خلاص اقول لها سوي تايتشي واترك الادويه حقتك، لا مستحيل، هذا معجزه عشان في النهايه احنا بنشتغل على الجسم ككل. ايوه لازم المتابعه. طيب كيف تشوفين الاقبال على هالرياضه؟ في النهايه الناس اللي بيكون عندهم قلق في هذا الموضوع بنقول له ارجع لطبيبك واعرض عليه التايتشي وشوف اذا كان حيقول لك لا ولا ايوه، وما في احد جاء قال لنا الدكتور منعه، لانه جمعيه القلب الامريكيه اوصت بالتايتشي. الاقبال عليها كيف؟ الاقبال الحمد لله في الفتره الاخيره جدا عالي، بدا الانتشار بشكل اوسع بالذات انه فتره الحظر كنت اكثف التوعيه من خلال الاونلاين، فكنا نطلع لايف انستغرام كثير، فالحمد لله صار الانتشار على مستوى الوطن العربي اقدر اقول بشكل مره رائع. هل تشوفين ان لها مستقبل في السعوديه؟ بالتأكيد نعم، يعني التايتشي أخذ وضعه في الدول الأوروبية وفي أمريكا وحصل على توصيات عالمية، فبالتالي لما ألاقي أنه نوع من أنواع الرياضة بتخفف من ميزانية وزارة الصحة مثلا ولا بتخفف من العبء على الجهات الصحية، فحنلاقي أنه بالتأكيد الأطباء يعني أقدر لنا سنوات والأطباء بيحولوا لي المرضى مباشرة عشان يمارسوا التايتشي، لأنه شايفين أنه العلاجات المستخدمة ما هي جايبة نتيجة، لكن الدراسات الطبية والمؤتمرات الطبية صار ما في مؤتمر إلا بيتكلم عن ورقة خاصة بالتايتشي. حلو، طيب في أي حركة كذا نقدر نسويها إذا كنا مثلا معصبين أو نحتاج الهدوء تقدرين تسوي؟ معصبين تونا بادين البرنامج فنبغى نسترخي، نبغى شوية نسترخي أي شيء الحين بسيطة استخدم. جدا بس حط يدينك هنا قدام صدرك، حاول تخلي الإبهام بيأشر على منطقة القلب. طيب. المسافة اللي ما بين اليدين تكون في يعني تقريبا أقدر أقول بحجم الرأس. حلو. كل اللي بسويه أصابعي متجهة للأعلى وفي نفس الوقت يدي بعيدة عن جسمي للأمام، ما أخليها ملصقة. ما تقرأ. كل اللي بعمله إني أنا بفتح ما بين اليدين بهدوء إلى مسافة الأكتاف وأخذ نفس، أرجع أخرج النفس وأرجع للمسافة اللي أنا كنت فيها يدي. عشان أزيد عمق الموضوع أنا أتخيل كأنه في حزام مطاطي لافف يدي، فأنا أحاول أسحب الحزام المطاطي بمعنى أحس بالمقاومة الداخلية إلى ما أوصل لكتفي وأخذ نفس، أرجع أخرج النفس وارجع لحجم راسي، برضو كاني متخيله في كوره سله ما بين يديني وانا بحاول اضغطها، ححس بعضلات الذراع والصدر والكتف كلها اشتغلت معايا بس من تمرين جدا بسيط. طيب والصباح ايش اقدر اسوي؟ لحاله ده يهدي كثير الاعصاب. ودشبكت يدينها صارت يابانيه. لا طيب ايش اقدر اسوي الصباح تمرين؟ لا من جد هذا تحسين انه فعلا قاعده تسوين شيء يريحك، لكن الصباح اذا صحيت حسيت نفسك متوتره او تعبانه او حتى ضعيفه. هو التايتشي يعني في النهايه عباره عن سلسله من الحركات، صعب انه انا اشرحها في ثواني، يعني التسلسل الحركات اللي موجود عندنا بنستهدف فيه كل جزء من اجزاء الجسم، كيف يصير في اطاله في العضلات بطريقه مره رايقه، اكون انا مسترخيه تماما وتركيزي كامل على تفاصيل جسمي، فهذه يبغى لها فيديو يعني عشان ناخذ فيها 10 دقائق يا دوب عشان شفناك ممكن نشرحها. طبعا شفناك وانت امثلها الان، شفناك وانت تسوين هذه التمارين. يعطيك الف عافيه مدرب التايتشي امه الله بحاذق، شكرا لك. ونتمنى يكون لكم اتحاد خاص فيكم إن شاء الله قريبا نسمع فيه ويعتمد من قبل وزارة الرياضة ووزارة الصحة. وفعلا حلوة هذه الرياضات، يعني أتذكر شفت فيلم لوحدة كان زوجها دائما يضربها وما أدري إيش يسوي فيها، المهم قررت في يوم من الأيام إن هي تتعلم رياضة من الرياضات القتالية علشان تفاجأ لما تواجهها، وراحت وجلست فترة طويلة كانت حاسة نفسها ضعيفة، بس مجرد إنه تعلمتها وراحت عاد واجهتها. هذه رياضة قتالية، أنا الحين لو أبغى يعني مثلا نقول أتضارب مع واحد أسأل تايكواندو ولا كاراتيه ولا تشايتشي عشان أقدر تايتشي أقدر أتعامل مع وفق الأشياء هذه، بس هي رياضة مش قتالية. لا هي مو قتالية، بس أقول لك أنه من الأشياء اللي أنت تقدر تتعلمها، هي قالت أنه صعبة كثير. صحيح. فهذا الشيء يعني كثير صعب على البنات خاصة، يعني إحنا دائما نلجأ للرياضات السهلة. صحيح. اللطيفة، لكن الرياضات القوية أو وعلاجية أكثر من كونها يعني أي شيء قتالي. أنت مبعد عن القتال اليوم. طيب